السلام عليكم يا جماعة، أنا النهاردة في المولد، مولد أبو الريش. أنا حابب نوثق المهرجان دوت أو الاحتفال ده. هو الاحتفال ده فيه جزء كبير فيه منافع للناس ومفيش ضرر، وفي جزء تاني فيه العوذ بالله بيدخل في شرك وحاجات كده إيه ملهاش لازمة. أنا الصوت مش واضح معايا، بس هنفند لكم اللي أنا بنصوره إن شاء الله على فويس أوفر عشان الصوت ما كانش قادر يوضح. اول حاجه هنعملها في احتفال كده بيبقى مهرجان مزيكا ونوع من الفن الفلكلور او فن شعبي، في ناس بتقول زي اشعار كده شعبيه، في الوقت نفسه بيكون في ناس بترقي، الله اعلم بقى الركبه بتاعتها شرعيه او لا، بيجي لها ناس تانية عشان تترقي. هتشوفوا انتوا الكلام ده دلوقتي، يعني حاليا اهو دلوقتي شايفين الراجل دوت اللي هو على اليمين ده معاه حد جاب له طفله، المفروض ان هو هيرقيها. طبعا لو هو بيرقي بالرقيه الشرعيه فان شاء الله لا غبار، يعني ما فيش مشكله باذن الله. هو جاب له البنت اهي هيرقيها، المفروض ان هو كده بيرقي، بس بيرقي طبعا وقت مغنى وقت بتاع، فاظن ان ايه الموضوع دوت يعني في جزء مخالف للدين. دي واحدة تانية شعرها عرياء، ربنا يهدينا ويهديها، داخلة برضو تترقي عند الراجل التاني. طبعا الحاجات دي انا شايف ان هي مخالفة للشرع، بس ما عارفش بقى بصراحة، انا مش راجل دين عشان نقدر ايه نقدر نتكلم او نقدر نفتي يعني حاجة زي كده. تمام يا جماعة، طبعا هو في ناس تانية بتحب الطرف دوت وبتقعد قاعدين مستنطين ملهمش دعوه باي حاجه، كلهم في حفله مثلا زي اللي في الاوبرا، زي بتاعت عمرو دياب، زي بتاعت مش عارف مين. فالجزء ده انا حكم بقى ايه، نرجع الجزء ده نرجع فيه لحكم المغنى بقى، ان كان حلال ولا حرام، والفتاوى اللي احنا شفناها في عصرنا هذا يعني. طبعا دي وجهه نظري. في رقصه بقى معينه برضو هنحضرها زي رقصه الديسكو، انا مش هنقدر نفتي فيها يعني. إيمان يا قبيل معايا أحرار الأرض طبعا يا جماعه بقى ايه، دي رقصه كده مشهوره مع الانغام الفلكلور ده، هي الناس بتعيش في الموسيقى دي، فانا ما نقدرش نقول ده حرام ولا حلال، ان انا هنعتبرها زيها زي اللي بيحصل النهارده، التحطيب بتاع المهرجانات زي ما، فهي حكمها حكم واحد، مش هنقول دي بالذات بس اللي حرام، والله اعلم انا مش راجل دين زي ما قلت لكم. بالنسبة بقى للإيجابيات يا جماعة، أنا شايف إن ده مثلا سوق كبير، باب رزق مفتوح للناس ياما، معاد لتبادل الحاجات التجارية زي ما انتوا شايفين، لعب أطفال زمانير، هنشوف حاجات تانية لسه. فأنا أظن دي من ضمن المنافع اللي إيه اللي في الموضوع. دي طبعا بتبقى فرجات الحمص وحلاوه المولد والسمسميه والحاجات دي. ما فيش مولد عندنا في مصر الا لما يبقى لازم عليه الفرجات دي، بالاخص حب العزيز والملبن. Thank you.
دايما برضو بيبقى فيه مجموعه استديوهات ارضيه للتصوير، الناس اللي هي بتحب تاخد صور للسفره، بيعملوا بقى ميك اب ارتست للبنات اللي تلبس بدويه، اللي يلبس عربي وبيتصوروا. من السلبيات طبعا اللي بتبقى في المولد ان الزحمه دي بيبقى فيها كميه تحرش لا تحصى للاسف يعني، ومش شرط رجاله اللي بتحرش بستات، لا في ستات بتحرش برجاله للاسف يعني. ربنا يعافينا يا رب ويحفظ عنا. ده يا جماعه جامع ابو الريش، المفروض ان هو في قبر عطيه ابو الريش، يقال ان هو من اولياء الله الصالحين او رجل دين بمعنى اخر او كلمه اخرى. طبعا في ناس بتزور الجامع في الوقت ده، دي مخالف للسنه عندنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشد الرحال الا لثلاث، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. المصيبه بقى ان هم بيروحوا عند المدفن او القبر، زي ما انتم شايفين في ناس بتولع شمع بتنظر، الحاجات دي طبعا مخالفه عندنا في الاسلام. وساعات بيتوسطوا بالولي او برجل الدين اللي هو عطاء ابو الريش عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده شرك والعوذ بالله، ربنا يحفظنا. انا مش راجل دين، ولكن دي اساسيات في ديني انا عارفها كويس، فبنحذر الناس من حاجه زي كده، وربنا يهدينا جميعا.
جانب ايجابي في الموضوع ان في ناس بتعمل اكل وبتوفر لاي حد، دي حاجه الموضوع دي حاجه حلوه خالص جايه فيا يا جماعة. أول سنة ليهم يحضروا المولد وهم إيه ماشيين على رجليهم، يعني ده يحيى ابني وياسين ابن أخويا. أنا عايز أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، هو ماشي، هو كل سنة وأنتم طيبين عشان ده يوم حلو علينا، بس هو إحنا في الإسلام ما عندناش غير إيه العيد الكبير والعيد الصغير. الكلام ده كله بقى إيه إحنا هنعتبروه إيه، إحنا ماشينا فيه على أساس إن ده يوم سوء، بس لا لنا دعوة بالمولد ولا غير الإيه المولد. اما بالنسبه بقى للحاج عطيه ابو الريش رحمه الله عليه،
احنا لو هو عامل حاجه كويسه احنا نتعلمه منه، غير كده مفيش. لان ايه هو بيقول لك من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر ايه من عمل بها، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله اجرها ومن اجر من عمل بها. وبرضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، لا يشد الرحال الا الثلاث. طبعا في حاجه اخيره برضو عندنا في الاسلام، ان ايه كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالات في النار. مظبوط، قبلتنا الاول كانت المسجد الاقصى. اللهم انصر فلسطين يا رب، ربنا ينصر فلسطين. صح يا سين، كانت قبلتنا الاولانيه المسجد الاقصى. طبعا احنا ناس كده كده احنا من المنطقه والمولد ده عندنا، فاحنا بنلف فيه كسوق ان احنا نشتري حاجه نعمل حاجه، لكن احنا ما بندعيش الاوليه، لان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج واسطه بيننا وبينه. ربنا كل يوم بينزل سماء الارض يقول يا يحيى هل من داع استجيب له، او هل من مستغفر اغفر له. صح يا يحيى، كل سنه وانتم طيبين، عشان احنا بخير وعشان احنا بسلام بس، مش اكتر ولا اقل. طيروا.